بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بص انا هحكي لك الحكايه كده من منظور شعبي، منظور مصري كده بسيط. فالنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والناحيه الثانيه اندريا انيلي قرروا ان هم عايزين نعمل حرب على الويفا وعايزين نعمل بطوله جديده اللي هي السوبر الاوروبي او السوبر ليج او دوري السوبر الاوروبي او اي مسمى عايز تقوله. قرروا ان هم في الحرب دي عايزين يستحبوا اقوى 10 انديه بجانب ريال مدريد وبجانب يوفنتوس معاهم في الحرب. فانيلي قرر ان احنا جايبين معانا انتر وجايبين معانا ميلان والاثنين تاريخ وعراقه في ايطاليا. عايز حاجه ثانيه عم فيرنتينو؟ قال له تمام، انا هجيب معايا اتلتيكو وهجيب معايا برشلونه وهنجيب السته الكبار بتاع انجلترا، ليفربول ويونايتد وسيتي وتشيلسي وارسنال وتوتنهام، وهنقف قدام الويفا وهنقرر ان احنا نعمل بطوله خاصه بينا وهي السوبر ليج او السوبر الاوروبي، واحنا اللي هنبقى مسؤولين عن القواعد بتاعتها واحنا اللي هنبقى مسؤولين على توزيع الاموال والارباح فيها. قال والله تمام وزي الفل. وكلهم فعلا اجتمعوا وقرروا ان احنا هنعمل البطوله دي. وقتها الكسندر شيفرين رئيس الويفا الدنيا غليت وما قعدتش، ووقتها الحكومات بدات تتدخل. حكومه بوريس جونسون في انجلترا قررت ان احنا مش هندعم البطوله دي تماما، مفيش ماتشات تلعب على ارضنا. نفس الكلام قاله وزير الرياضه في اسبانيا، مفيش ماتشات على ارضنا، احنا بنرفض الفكره تماما. وقتها الانديه حست بالقلق. فالشيخ منصور بن زايد شاف القصه من بعيد كده، قال لك واضح كده ان القصه دي مش هتعدي على خير، احنا نعمل ايه؟ احنا نفكر، خصوصا ان احنا عندنا مديرنا الفني بيب جوارديولا طلع رفض الموضوع اعلاميا، واللعيبه بداوا يتكلموا على تويتر ان هم رافضين الفكره، بجانب اجتماعات جدا عنده قائد ليفربول مع كباتن الفرق كلها في انجلترا حوالينا. يا جماعه احنا هنرفض البطوله قلبا وقالبا، وفعلا ده اللي حصل. رابطه الدوري الانجليزي رفضت البطوله مكونه من 14 نادي، قال لك ان احنا بنرفض البطوله ومفيش حاجه اسمها انتوا هتطلعوا من هنا تروحوا تلعبوا سوبر ليج لوحدكم، انسوا الكلام ده. وده فعلا اللي حصل، وانسحبت الانديه الانجليزيه. بس اللي بيقال ان الكسندر تشيفرين عرض عليهم اموال زياده هياخدوها في دوري الابطال بدايه من النسخه القادمه، قال لهم يا جماعه عايزين تتظبطوا تاخدوا فلوسكم هديكم اللي انتم عايزينه، في المقابل سيبوا لي بريز وانيلي لوحدهم علشان خاطر الناس دي محتاجين يتظبطوا. قالوا له قشطه تمام خدهم هم. وقتها بيعلن الانديه الانجليزيه انسحابها تماما، وبيطلع رئيس ليفربول من ساعتين يقول لك احنا اسفين يا جماعه، احنا اتضحك، احنا اتغغر بينا من فيرنتينو بيريز وانيلي. وانتر بيقول لك بس واضح كده ان الموضوع بدا يخش في الجد، بص يا ويفا احنا اساسا تبعكم، احنا انتر ميلان احنا مالناش دعوه بالناس دي، احنا منسحبين. واتلتيكو مدريد قال لك بص احنا منسحبين برضو. طب برشلونه؟ لا برشلونه يا باشا لابورتا قال لك ان القصه متشحبه، انا القرار مش قرار يا جماعه، القرار قرار جمعيه عموميه. طب انتوا جوه ولا بره؟ بص احنا ما نعرفش، لو البطوله مشيت احنا جوه، لو البطوله مشيتش فاحنا بره واحنا تبع الويفا. الله على اخلاقك يا ذهبي، عبقري ما تعرفوش ماسكه كده. بس الراجل هرب منهم بالطريقه. طب دلوقتي ايه اللي هيحصل في انيلي واللي هيحصل في فيرنتينو بيريز؟ انيلي وبيريز بعد انسحاب الانديه الانجليزيه امبارح قال لك ولا يهمني، بطولتي لسه شغاله ولسه دايره، انا كده كده هجمد السنه دي وهرجع السنه الجايه. بعد انسحاب انتر واتلتيكو مدريد قال لك بص يا جماعه واضح كده ان البطوله مش هتكمل، واضح ان البطوله انتهت، واضح كده ان احنا اتخنا. الله الله على الطماعين كده لما يخش في خناقه مع بعض وتقعد تشوف القصه كده من بعيد وانت قاعد تضحك. الاتحاد الاوروبي شافهم هيعملوا سببوا بعيد عنه، قال لهم يا جماعه هنظبطكم، بس المهم تسيبوا لي بيريز وريال مدريد لان الراجل ده قائد الانقلاب علينا، فالراجل ده لازم يتم معاملته معامله خاصه. ده بجانب الليجا اللي قالت لك ان احنا احتمال نعاقب ريال مدريد بالخصم اللي هو الله. طب بالنسبه لبرشلونه قلت لك يا صديقي احنا عندنا لابورت ما تفهمش احنا داخلين جوه ولا طالعين بره. المضحك في القصه دي ان من امبارح الناس كلها عماله تتكلم على ان مانشستر سيتي رئيسه منصور بن زايد هم اللي حموا الكره الانجليزيه وهم كان ليهم دور قوي جدا في ان هم يبادروا بينسحبوا من البطوله، وبعدها بيجي الخمس انديه اللي هو يا مش دول اللي كانوا افساد يا جماعه. طب باريس الناحيه الثانيه قال لك ناصر الخليفي راجل عاشق كره القدم، ده مين اللي قال كده؟ رئيس الويفا. سعادتك طب هتعملوا ايه يا جماعه؟ بصوا هو سيتي وباريس اول ما قالوا لهم ما فيش لعبه مالي نظيف قال لهم يا جماعه احنا زي الفل. بس سيتي كان عايز يدور على مصلحه من السوبر ليج، بس لما السوبر ليج دلوقتي انتهت واتجمدت رسميا خلاص الموضوع واضح وصريح، انيلي وفيرنتينو بيريز هيقعدوا على الخازوق. هذا مصيرهم يا صديقي، واديك فهمت القصه ببساطه وبيسر. لا ما فهمتش قول انك ما فهمتش القصه. حرب هي خناقات، خدت انت شله من صحابك وقلت نروح اتخانق، والشله دي اول ما الخناقه بدات كل واحد فيهم اتحيحن وخد 50 جنيه وسابك في نص الخناقه لوحدك، وده حرفيا اللي حصل مع فيرنتينو بيريز واللي حصل مع اندريا انيلي. كل سنه وانت طيب يا صديقي بمناسبه رمضان، اول بطوله تشوفها بدات يوم 20 وخلصت يوم 21، اي بطوله السريعه اللي تخلص بسرعه دي؟ هي كره القدم كده يا صديقي واحنا في عصر السرعه، بما اننا في عصر السرعه فاعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك يا صديقي.